مساء الخير من ام تي في، برحب فيكم بحلقه سكور. اليوم رح نحكي عن التنس، رح نحكي عن السكي وعن كره السله. بدايه ترحيب برئيس الاتحاد اللبناني للتنس استاذ اوليفر فيصل. مساء الخير استاذ اوليفر. اهلا فيك. بعد ما سنحت لنا الفرصه نقول لك مبروك وقت الانتخابات. نحن وياك بدنا نشوف المخطط للسنوات المقبله برياضه واعده عند الناشئين، ولكن عم بتعاني من بعض المشاكل عند البالغين اذا فينا نقول. نينو فينيانوس مساء الخير. نحن وياك بدنا نرجع نستكمل قصه البطوله الاخيره اللي كانت عم بتصير بالارز، وعن استعداداتكم لهالموسم يلي رح بيأهل لبطوله الالعاب الاولمبيه المقبله. انت وناتاشا مخبات مساء الخير. ناتاشا مساء. نحن وياك كمان بدنا نحكي عن بطوله الارز يلي احتليتي فيها المركز الثاني بالترتيب العام، واحرزتي اكثر من كاس في هذه البطوله. طارق عبود مساء الخير. ايضا نحن وياك بدنا نحكي عن بطولتين عم بتنظمون، واحدة للشركات وواحدة أخرى للمصارف بكرة السلة، صار تقليد بطولة المصارف. بداية بريزيدان، نحن بنعرفك أنه أنت موجود بعالم التنس من فترة طويلة، كونك والد أحد أبرز الأسماء اليوم بالرياضة الناشئة بعالم كرة المضرب. اليوم من بعد ما وصلت لمركز الرئاسة، هل شفت أنه الصورة تغيرت؟ والله عنا مشوار طويل إن الله راد، بس نحن عايشين بجو التنس من خلال عائلتي، وعنا يارا بطلة لبنان عايشت لأربع سنين، متأملين خير إن شاء الله، عم نشتغل إن شاء الله وعم نعمل اللي لازم. طيب اليوم من بعد ما صرت رئيس، هل بتركز أكثر على الناشئين أم أنه لا كل الفئات، والبحث عن أبطال كبار أيضا رح بيكون من اهتماماتكم اليوم كعائلة جديدة؟ أنا حسسكم هيك عم بتكونوا كعائلة واحدة في عالم كرة المضرب، مش أنه أحزاب معينة طوائف معينة، لا كلكم عم تشتغلوا لمصلحة هذه الرياضة. لا نحن لم نتعطى سياسة ولنا منتمين لأحزاب ولا لشيء، الحمد لله علمانية، والحمد لله الجو ايجابي بالناشئين. عندنا اندر 12 حضرنا كل الاكيب اكسلنت، اندر 14 اكيد عم نواجه صعوبات بالكبار اللي هن عمر ال 16 وبدوا يشاركوا بالديفيس كاب. ما عندنا خامات بلبنان، التنس قطع بفتره كثير، ما نقدر عمل هالخامات اللي هي بدها تبارع هالمنتخبات الكبيره. بنتامل اتس لونج جوب، بدها وقت، عندنا جهد كبير بده ينعمل، خمس ست سنين تتأسس لاعبين، وفيها مشاكل كثيرة توصل لهالمواضيع تقدر تحسن. نائب الرئيس كيف عم بيكون مشغل بالاجتماعات او لا؟ بنته معنا اليوم بالصدفة. فأكيد كلكم سوا، وأيضا بنوجه تحية للأمين العام والأمين الصندوق وكل الشباب أكيد بالاتحاد اللبناني. ناتاشا، بما أنه كنا عم نحكي عن الوالد أيضا يلي هو فعال جدا بالأتسأل، خبرينا كيف كانت الكومبيتيسيون بالأرز؟ كثير منيح، كنا الجونيور والدام اي ام وكان عندنا اربع كومبيتيسيون، دو سلالوم دو جيان. والنتيجه تبعك كانت اوفرول ثانيه، كثير كانت حاميه كثير، خاصه انه مثل ما كنت عم بحكي انا وياك نينو، السنه في عنا حجز مقعد عند الرجال ومقعد عند السيدات للمنافسه بالالعاب الاولمبيه السنه المقبله، عند السيدات مع مانو ويس و مانو جاكي وناتاشا او ثلاثه لهلا يعني. وانتم رجال؟ نحن بين انا والن بحلو. هلا جاف ما كثير عم منيح بالارز، بس جاف كمان هو من الاسماء اللي بعد كمان بهذه الرياضه. السنه الماضيه انت ما كنت موجود، شو كان السبب؟ لا سنة الماضي كنت ايه، بس انا كنت عم تعرضت لاصابة، ربما اصابة بركبتي. ناتاشا كمان اي سي ال اثنيناتنا اصابة صعبة، بس رجعنا الحمد لله، تحمسنا السنة. ايه اكيد السنة الموسم رح بيكون جيد، واكيد رح منتابع كل المنافسات عبر الام تي في بشهر اذار تحديدا. مزبوط. بمنطقة فرد بيان رح بيكون في بطولات كبرى. طارق خبرنا شو هي البطولة يلي رح بتشاركوا فيها؟ البطولة هلا يلي عم تشارك فيها الام تي في تحديدا، عم تشارك فيها الام تي في اول مرة، عملوا فريق باسكتبول اول مرة، هي بطولة الشركات اوبن، يلي بحب يعمل اكسبوجر للشركه بيكون عنده 12 بلايرز وبيشاركوا فيها. وعم نحضر كمان لبطوله جديده اللي هي لرابع سنه، هي بطوله الليج تبع المصارف، بيلعبوا اواي وهوم، هلا بنحكي فيها بعد شوي. ولكن البطوله الاولى مين ما كان في شارك، في فيز معينين ولا في ريجولرز معينين للعيبه؟ الريجوليشنز اوبن مزبوط، نحن ما بنلعب مع الدرجه الاولى والدرجه الثانيه لانه نعطي مجال تكون للهواة، لأن البروفيشنز عم بيلعبوا الليج تبعهم، كمان يكون الكومبيتيشن كلوز لبعضهم، وي ستريس انه يكون ليفل كلوز. بريزيدون، على سيره الكلام اللي عم نحكي فيه عن الشركات والمصارف، السنه الماضيه والقبلة عملتوا هيك شوي بالتنس بدعم الاتحاد الدولي، هيك بروباغندا
اكيد انت لانه يارا يمكن كانت متواجده معهم بالداون تاون واكثر من مكان، هل رح تعملوا شيء هيك لتعرفوا اكثر على الشباب اللبناني على رياضه التنس؟ كنت سمعت منك قبل ما نفوت على الهواء انه في شيء له علاقه بالمدارس. ايه اكيد، نحن عندنا مشروع كثير مهم هذا صار له سنين ماشي اسمه جي تي اي بروجرام، اللي هو بتدعمه الاي تي اف من برا. فهذا مشروع عملنا لجنه هلا بالاتحاد، لجنه جيده جدا من 12 شخص. تارجت تبعنا نبرم 100 مدرسه نعرفهم. انت عارف مش بس التنس، لون تنس سبورت تلعبون ولا تنس عادي؟ لا تنس عادي، هي بتجي بتعطيهم بتحط لهم نت بقلب الملعب، ما ضروري يكون عنده ملعب تنس، بتحطه بقلب البلاي جراوند، بتعطيهم طابه سوفت بول. ما فيك تطلع نواة الخامات الخزانات تبع الرياضة كلها بلبنان هي المدارس. فهذا بروجرام هلأ عم نفعله وعم نشتغل عليه إن الله راد تنقدر نبرم 100 مدرسة تارجت من أول هلأ شوار. المدارس يلي عم يسمعونا المدراء فيها أو المسؤولين عن السبور كيف يتصلوا فيكم؟ نحن ما حدا بيتصل، نحن حطينا على كل المناطق بلبنان مستشارين لقلنا هن لح يتصلوا بالمدارس. نزلنا على وزارة التربية أخذنا عن كل المدارس بلبنان داتا، لح نعمل اتصال معهم المندوبين ونعين أوقات معهم. من أول فبروري إن الله راد كل أسبوع عنا برمي مدرسة بمنطقة، تشكل لجان بالشمال بالبقاع بجنوب وبكل المناطق بالمنطقة. وبالتالي هيدي بالطريقة لاكتشاف المواهب. ما هي الخامات كلها بدك تطلعها على المدرسة، تجيب هالولد اللي عمره 6 سنين و7 سنين يجرب تجربه ويحب هاللعبة. هيدي مبادرة جدا ممتازة من الاتحاد الدولي ونحن رح نفعلها لأنه قديما ما كان مفعل كثير الاتحاد الدولي. هي اتس فاندد باي الاتحاد الدولي، بيأمن لك هو الطبيب، بيأمن النتس لتأمنهم للملاعب وركتات، لأنه الجيل الصغير بتعرف ما بيلعب بالطابة العادية والسوفت بول وهذا، نعطيهم إياهم كمان خلال الندوة اللي بنعمل لهم إياها. هي رح تبلش من أول ويك من فبراير إن شاء الله. وبالتالي إذا اكتشفنا مواهب بس هون بدنا نرجع نفتح هذا ملف كبير أنا وياك، هذا موضوع أكيد المواهب الصغيرة بالعمر. بسكي كمان ناتاشا، أنت بأي عمر بلشتي؟ 5 سنين. كم سنة صار لك عم بتنافس على ليفل الاحتراف الكبير؟ 3 سنين؟ من لا صار لي من 10 سنين؟ وي من دوبي 10 سنين. نينو؟ أنا بلشت عمري 2 سنين كمان؟ كمان بلشت كثير صغير، كنت أنجح أمشي كنت بي يحملني. وبالتالي برأيك أنت وصلتوا للمكان اللي أنتوا المفترض أن تكونوا موجودين فيه أم لا؟ لو كان في عنا تلج أكثر، لو كان في عنا مشاركات مع ترينينج كامبس برات لبنان، كنتوا عملتوا نتيجة أفضل أنت وناتاشا، وأكيد كنا حكينا بنفس الموضوع مع مانو وجاكي جمعة الماضية. هلا قدرنا اللي عملنا اللي قدرنا نعمله، وهلا خاصة مع الفيدراسيون الجديدة قدرنا نتحسن كثير لأنه عم بيعملوا ترينينج كامبس، عم نتمرن أكثر بكثير من قبل. بس يعني وصلنا للي فينا نوصله بلبنان. اذا بدك تصير بطل العالم او ما فينا، بدك تروح بدك تسافر لبرا يعني. زدت شيء؟ نعم. عم بتفكري تفلي من لبنان تتخصصي برا او لا؟ هلا عم تتخصصي هون جامعه؟ ايه عند الجامعه هلا لازم اخلص الجامعه، بس كان ما بدي اقول شيء. من كنا نعمل كومبيتيشن كامبس وكنا كنا نتمرن مع بيبل فروم اذر كونتريز and هنو بيتمرنوا every day. نحن ما عنا هيدا ال وأصلاً لازم كمان يكون في كونديسيون فيزيك جيدة. هلا من أسبوعين كان إسر شرب السلامي رئيس الاتحاد معنا، كان عم بقول إنه ببلشوا الصغار تقريباً 500 أو 600 شخص، موصل للكومبيتيسيون للرجال والسيدات 50-60 شخص. أنتوا بالتنس كيف؟ يعني زيت الشيء، نحن هلا عم نجرب بقلب المدارس بعكس الباسكت. اسم الله على وقت يكبروا عم بيلعبوا باسكت الشباب. لا بالتنس نحن ما حاطين تارجت كثير. نحن عندنا بلبنان هلا حوالي 500 لعيب، الداتا بتخلص هالاسبوع كلها الداتا. 500 لعيب مسجل بس اكيد بيلعبوا تنس اكثر. اكثر عم نحكي بروفيشنالز بيشاركوا بدورات. هلا نحن بهذا البروجرام الجي تي اي اللي هو بقلب المدارس هيدا، نحن لو برمنا بهالمدرسة على 1000 تلميذ قدرنا جبناهم على الكامبس. أنا ما بدنا أكثر من 10 لعيب يلتزموا، 10% عم تزيد أنت 1000 which is excellent يعني. وعم نعمل لهم شغلة كتير مهمة، وأنا بدي حيي كل الكوتشية بلبنان على المبادرة على الوطنية اللي عندهم. أنا عم جرب عندي على طول بقول هالأرزة هالعلم اللبناني كلنا بدنا نشتغل عليه. في تعب من وسائل الإعلام اللي أنتوا تعملوا إكسبوجر تحمسوا هالعالم، للكوتشية اللي بلبنان اللي عملوا إنجاز كتير منيح، رح يقدموا كمان نقدم ليفلت بقلب المدارس نعطيهم إياها إنه أرقام الكوتشز كلها الموجودة مثلا بالشمال بالجنوب بالبقاع، وهودي رح يعطوهم سيشن فور فري.
واللي هو هذا انجاز للكوتشي. خففوا شو صار اكيد ان شاء الله. لا ساعة هي عاده الساعة 60 دقيقه بس بالتنس الساعه بتوصل صارت عم تنزل صارت 40 يعني 40 صرنا 30 هلا. كلمه كمان ايضا عن البطوله الاولى قبل ما نحكي بالقسم الثاني عن بطوله الجامعات بطوله البنوكه بطوله الشركات اللي هي عم تصير بسنتر دمجيان هون هي فيها 8 تيمز الليفل تبعهم كثير كلوز عم نعمل لهم الحكام عم بيكون هن حكام الاتحاد الدولي والاتحاديه فيها ستاتس بروفيشنال ستاتس كل ما تخلص جيم يوصلوا دغري ستاتستيكاتهم مع صور وسوشيال ميديا نعيشها شوي صغيره والكومبيتيشن حلوه لانه دائما الفرق 10 5 نقاط يعني الكلوز قريبه المباريات ان شاء الله يصير في عنا مستوى مع انا عم شك لانه عم نوصل حتى بالباسكت بس ما بحب افتح الموضوع اليوم ما في فرصه بالدرجه الاولى والدرجه الثانيه نحكي بهذا الموضوع. طب اليوم حكينا عن صغار وانا دائما عندي هذه المشكله واكيد هلا بالقسم الثاني رح نحكي اكثر مع ناتاشا ونينو بهذا الموضوع معك بريزيدان لانه انتم كلكم عم تشتغلوا على موضوع ناشئين وقت يوصلوا الكبار اليوم ناشئين بين بنتك وغيرها من الاسماء وقت نوصل على مستوى ال 15 16 سنه عندنا عائق كبير بلبنان. خلينا نقول نحن المشكله الاساس مش بس للتنس في مشكله اساس عم بقول لك كان في وغير العاب كان في المرحوم انطوان شارتيه جرب يمرق قانون بمجلس النواب عم نحكي اذا ما في سبور اتود ما في رياضه بلبنان ولا ممكن تقدر تعمل بروفيشنال اليوم بلاير باي رياضه كانت اذا ما اخذ الوقت الكافي له اي سبور بده 3 4 ساعات من وقتك تقدر تعمله ما عملنا سبور اتيود ما فينا نعمل شيء نحن هلا بطور نبلش اجتماعات مع سيده الويزي اللي بلشت تعمل تجاوب معنا وغير مدارس بلشوا سبور اتيود معهم ان شاء الله نقدر نعمل بروجرام وقت بنلاقي لاعب مهيئ بندله على المدرسه اللي بده يروح يلعب فيها وبنقدر نطوره ياخذ هالساعتين الصبح الالكتيفز تبعه نقدر نعطيه اياهم تيعطي فيهم ويقدر يلعب بعد الظهر بعد درسه فاذا ما اخذ هالوقت هالثلاث ساعات للتنس وساعه للفتنس بالنهار يو كان نيفر ميك تشامبيونز ولا باي سبور مش بس وان شاء الله انتم بالاعلام برايي تضوع هالموضوع وانا ماشي انا استاذ نصر لحود عم يكون دائما معنا هيدا بدنا نضوع عليه نقدر نعمل قانون بقلب مجلس النواب هو سبور اتويد نشرعه مع وزاره التربيه ويصير قانون بالبلد بدنا نشوفها مع استاذ مازن قبيسي يلي بنقول له كمان ينعاد عليك ينعيده الاسبوع الماضي بركي بيكون معنا رئيس الوحده الرياضيه بوزاره التربيه نحن نتوقف مع بريك وبنرجع معكم بالقسم الثاني رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور مع نينو فنيانوس ناتاشا مخباط من عالم التذلج طارق عبود من عالم كرة السلة وأيضا مع رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل بريزيدان من سنوات قليلة كان عنا اسم كتير كبير اسمه روبرتو فرح بعتقد إذا ماني غلطان روبرتو بعتقد من أمريكا الجنوبية ما قدرنا جبناه لعنا تصنيفه كان تقريبا 120 بالعالم اليوم في شيء هيك اسم بالدياسبورا اللبنانية ولا عم نشتغل عم نعمل سكرينينج هلا بأستراليا وبفرنسا وبكل العالم حطينا لجنة المنتخبات كمان اللي بترأسها ولدها لسيد باتريك مخباط عم نشتغل جاهدين تنقدر نأمن نعمل سكرين مشاكل هي كمان الباسبورات اليوم اذا ما معك باسبور لبناني ما فيك تلعب بتلاقي مشكله من هون مشكله من هون ان شاء الله الاسبوع الجاي رح يبين لا لا بتنحل ان شاء الله الجنسيه بشي طريقه وعندنا السنه الماضيه بس يلعب اسم لبنان ان شاء الله بنتمنى انه هذا الانتماء اللي بنحكي عليه بهمه الواحد هالبلد تبعه هالعلم اذا ما بيوصل لمطرح شو بدنا لا بده يوصل عم نحكي بالرياضه بالرياضه شو لكن لا بالرياضه نحن بهمنا يشتغلوا لهالبلد ولهالعلم ان شاء الله وي هوب عندنا هادي حبيب نحن كمان اللي هو عايش بامريكا وهيز دوينج فيري ويل ايج 18 بده يلعب معنا بديفيس كاب ان شاء الله مع الكابتن حسين بدر الدين اللي بوجه له تحيه انا من شاشه الام تي في على كل الجهود اللي عم يعملها ايه راهب التنس ايه والله له جهود كبيره الكابتن وان شاء الله يا رب ما شيء بس ما ماشي حاله راهب راهب لا 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 صعب صعب كثير يا عم فان شاء الله هلا عم نعمل سكرينينج معه للشباب وعندنا جيل واعي وسيدات سيدات عندنا نانسي كركي على الفيد كاب بأمريكا وهلا عم نشتغل على اسمين ثلاثه على فرنسا وهيدا انا ما بدي اقول اسامي قبل ما تكون لا مأكد شغله هذا اكيد هذا اكيد اكيد عم نعمل سكرينينج لان مثل ما قلت انت بالاول عندنا مشاكل بالاعمار الكبيره ان
ان شاء الله عم نشتغل عليها رح يكون. ونحن بنتمنى خلال هالولايه تبعنا والولايه الثانيه ان شاء الله اللي بيجي ورانا بالمستقبل نقدر نكون شكلنا نواة. بعدكم 4 سنين ايه بس انت عارف التنس اليوم ما فيك تعمل شامبيون بنهار والتاني، هيدا اتس لونج بروجرام، بده وقت 7-8 سنين تنقدر نبين نعمل نتائج على صعيد برا ان شاء الله. ان شاء الله نرجع على الجروب 1 هوبفولي. لا السنه وعدنا الكابتن حسين ان شاء الله بهمته رح نطلع على الجروب 2 بتمنى ان شاء الله بالديفيس كاب ان شاء الله. ان شاء الله. نينو في شيء اسماء كمان انتم من خلال معرفتكم اسامي استرداد جنسيه شباب او بنات بيعملوا سكي برات لبنان لبنانيه او لبنانيات؟ كان في كان في شيرين بس وقفت صارت تركض. خلص وقفت هلا عم تركض بس هلا بطل فيه؟ لا ما عندنا يعني. طيب اليوم فاذا المنافسات رح بتصير شهر الجاي مظبوط بمنطقه كفر دبيان صح لاختيار المنتخب او تحديد اذا بدك الاسماء يلي ممكن نشوفها بالالعاب الاولمبيه السنه مظبوط هن بياخذوا عن كل السباقات بيجمعوا كل السباقات مثل نقط يعني على كل سباق صح وبينقوا مين انت باي ديسيبلين اول شيء؟ باثنين صراحه عم بعمل منيح باثنين اي هون يعني السلام وجيون سلام وجيون وهلا متصدر انا والن اكزيكو وبعد عنا بطوله لبنان اكيد وانت ناتاشا باي كومبيتيسيون رح تنزلي اكثر؟ ولا كمان انت شفناك بالارز باثنين كمان؟ كمان طيب شو اللي عم يخليك تتمرني وتحب سكي؟ انه بعرف كل انتم من عائله رياضيه بس انه انت شو الحافز شو البيربس تبعك؟ كل شيء يعني الجو ما بعرف كثير بحب هو الجو تبعنا كثير لذيذ بلبنان عائله انتم مزبوط يعني حتى اذا بتسافر لبرا ما عندنا ما عندهم زيت الجو نحن هون ضحك ونضل نمزح مع بعض بس لما في سبق في سبق يعني اكيد التنس كنت عم بقول له للبريزيدون انه على ايام دوره الصديق الكبير وائل كفوري كل جماعه التنس بيروحوا بالليل بيقعدوا مع بعضهم ان شاء الله تعملوا لنا شي دوره هيك بالليل السنه لا بيكون في دورات كثير عاملين دوره مشاهير ان شاء الله بدنا نعملها ان شاء الله ما هو طيفوا العالم بالليل اصلا ما كل الكبار كل الكبار بيكونوا باشغالهم بالنهار دوره المصارف متى رح بتبلش دوره المصارف رح تبلش اخر الشهر 31 جان هي مدعومه من بس قضينا جد الشباب كثير صايرين هذه لرابع سنه وكل سنه بيربحها بنك يعني مش دائما صارين عم بيوصفوا بروفيشنالز كرمال هالدوره والدوره هو بيمتد على 4 اشهر فيها كمان هو كمان تحت اشراف الاتحاد اللبناني لكره السله الحكام هن الدوليه مع كمان ستاف الحكام يلي على الطاوله دائما برو يعني ما بنجيب حيا لحدا وعندنا ستاتس كل جيم بيخلص طبيعي يعني ستاتس هذا طبيعي بما انه على مده 4 اشهر بيلعبوا اواي وهوم كل البنوك بتلعب ضد بعضها مش عم بلعب بلاي اوفز يلي عنده نقط احسن بلش هوم للفينال كمان اليوم اصدقائنا بانكو بيروت عندهم فريق كثير حلو بالفوتسال وعم بيربحوا ومحمسين بهيدا الاطار ما بتعمل شيء للكومبيتيشن هي بنقولها بده يصير في كومبيتيشن هي بتحرك الرياضه طب انتم هيك مفكرين تعملوا توسعه لنشاطاتكم تعملوا دوره بنوك تعملوا دوره نجوم دوره معينه هيك تعملوا بروباغندا اكثر او بالاتكال رح بيبقى لانه نحن بنعرف بالثمانينات وبالتسعينات او الى المشاريع السياحيه اللي كانت تعمل دورات التنس اليوم حتى لليوم يعني كنا عم نحكي بفتره من فترات ولا بدي ارجع اسالهم للشباب زي شيء ما في لاعب منتمي لنادي يعرف فيصل نور دياب جوفاني سماحه بس مش تابع لنادي هيدا او هيدا القانون تغير كليا هلا اليوم نحن بلشنا نبرم على كل الانديه نعطوا كشوفات كل الانديه ممنوع بقى لاعب يلعب الا تحت نادي انا بدي تكون علاقه الاتحاد مع النادي هيدي حكينا فيها كثير وهيدي ممنوع ما في رجع عنا لا لا هي ما في رجع عنا رح يكون كل هلا بدنا نشكر وبالنسبه لده هلا اليوم كنا عم نشتغل كمان على الماركتينج بلان تنوزعها على سبونسرز ان شاء الله على الدورات اللي رح نستضيفها عندنا 2 اي تي اف انترناشونال من برا 3 طالبين وحده رابعه عندنا 3 فيوتشرز كمان هودي كثير مهمين بس المصاري بتجي من عندهم من برا مش انتم بتدفعوا انتم بتدفعوا للتنظيم بدها تنظيم الاتسال اخذ دوره على عاتقه بالفيوتشرز هو رح يعملها كمان هي بدها بتكلف الدوره حوالي 30-40 ألف دولار لانه يهوست كل اللعيبه ببلاش غير اللي بيساعدوكم فيهم؟ ايه بيساعدونا هن هيدي فيهم بيعطوك بتيجي طيب شو الهدف من ورا هيك دورات مثلا ما فيها لبنانيه او اتس جود لا بيشتركوا فيها اللبنانيه عادي بس ما عم نوصل للمراكز يا اخي على القليل الكومبيتيشن اليوم كثير ممتاز اليوم يقدروا يعملوا هالاكسشينج اليوم اللي عم نجرب نعملوا اكسشينج بروجرام بيننا وبين قبرص بيننا وبين مصر كمان الاتحاد المصري مستعدين كلهم هاللعيبة هالبلدان اللي أحسن منا خلي المنتخب يطلع يلعب إذا ما عمل إكسبوجر لبرا وعمل هالكومبيتيشن ما لح يقدر يتحسن صح ايه؟
انتو اي نادي تابع له؟ نحن كلوب دي سبور، كلوب دي سبور مزارسكي ريزورت، انا وناتاشا ومحبي. مين سبونسرز اذا بتحبوا تشكروا حدا؟ ولا كمان حضرنا لائحه السبونسرز بريزيدان؟ سالومون شارب السلامه سبور اكسبير، عن جد عم يعمل شغل بيعقد حتى هو بالفيدراسيون كمان. رئيس الاتحاد. عم بيعمل يعني بفتكر احلى شغل عملوه من 20 سنه لهلا. الاتحاد مع برئاسه شرب السلامه هلا مع الساس كاب وفي بطوله العالم كمان رايحين عليها هلا واكيد سنه الجيل الاولمبيكس. يعني الاسبوع الماضي كانت امين عام الاتحاد الدولي بلبنان وهي اول زياره من 50 سنه لامينه عام اتحاد التزهر وبترجع لبنان، يعني شغل كثير منيح عم بيعملوه. ناتاشا انت مين بتحب تشكري غير شرب السلامه بثلاثه؟ يعني رئيس اتحاد سبور اكسبير وسلمو الفغاي المزار سكي ريزورت كلوب دي سبور و الفيدراسيون. وين بتعمل فتنس كمان؟ عندكم اكيد بتعملوا فتنس اثنيناتكم. كنت اعمل فتنس مع هيكل الله يرحمه اللي هيكل مسلم ضحيه راس السنه اللي كان هو ورا كل الشباب اللبناني. موجه تحيه لروحه لهيكل مسلم كمان بالباسكتبول، يعني نصف فرق لبنان بكره السله كان يمرنها. بريزيدان كمان على سيره السبونسرز، مين في شي سبونسرز هيك صار في داعم رئيسي لاتحاد كره المضرب او انا التنس؟ عندي غير كونسبت على سبونسرز. نحن اليوم عم نبني ارضيه، صرنا مستلمين شهرين، بنينا ارضيه للاتحاد وممتازه جدا، اخذنا مكاتب جهزناها. وين المكاتب؟ بتضبي ببنايه الريمكو. الله راد تشرف، تشرفنا بزياره لو هنيك تدرك لنا بالحي. انت مسيطر على الحي هون يعني اذا بدك. فنحن اليوم عم نعمل ماركتينج بلان، ما بيهمنا اليوم نجيب سبونسر بدون ارضيه يعرف حاله الاكسبوجر تبعه وين، كل نقطه بنقطتها وين. بكره مبلشين باول اجتماع مع اول سبونسر، اي هوب هو بنك كبير رح يكون راعي رسمي لنا، ورح نبلش نبرم. حاطين هيت ليست كثير كبيره ما بنقدر نحكي لان هلا بعد ما اجينا. لا طبيعي بعد ما بلشت. فان الله راد اخر الشهر بيكون مبين شيء عندنا، يعني اخر شهر فبروري ان شاء الله هوبفولي. يعني كلام جيد. ونينو بدنا نحكي كلمتين سكينوتيك. لا الموسم بلش قرب، طيب بلش يلا قريبا، صرنا بجان يعني باخر اذار بتبلشوا. المنافسات كيف جيده بلبنان ولا بعده سيلفيو عم بيسيطر على الامور كلها سوا؟ حسب يعني بالمونو سيلفيو وطارق ابو معشر اكيد، وبالويك بورد بين ابو معشر وفينيانوس، وكان في كارل خازن كمان، كانت حاميه كثير. يعني جماعه بيجون يعني مزبوط هون هن كل واحد بحيه عم بيلعب. صح. وانت ناتاشا بتعمل شيء رياضه ثانيه؟ بعمل سكينوتيك كمان. عملنا كذا كومبيتيسيون بالصدود، يعني بشبروح فتره من فترات صار في كومبيتيسيون، للاسف رجعت وقفت المنافسات فوق. مين ابرز البنوك يلي عم بتشارك معكم؟ مصرف لبنان، بلوم، فرنسا بنك، كريدت بنك، البي ال اف، بي ال سي، الدين، هدول هن يعني بانكس. يوم صارت من وراء صديقنا ماكسيم شايا، صار قسم كبير من البنوك بيجرب يروح على عالم الرياضه تو سبونسرز، ولا هيك ياخذها كايماج له هذه الامور. عم بتفكروا بهذه الامور؟ اكيد اكيد اكيد. الكلام الحقيقي والاخير نحن وياك بريزيدان، هل رح بيكون في عنا تنس اكاديمي بلبنان؟ اما قلنا هالمشروع ما رح نشوفه بحياتنا. لا ان شاء الله، هيدا هوبفولي حاطين بلان، اتس منا شورت تيرم. انت بتعرف هيدا بدها فيري بيج انفستمنت، عم نشتغل عليها ان شاء الله تنلاقي البلوت وين وتنعمل، يكون مركز للاتحاد وبذات الوقت يكون ان انفستمنت فيري بيج ريزورت، في ملاعب تنس، ست سبع ملاعب مثل ويمبلدون وغيرها نقدر نستضيف عليها 27 ان شاء الله. لا وي نيد اصلا تاخذ اي تي اف انت من برا تعملها بالضمور. عم بدك ثلاثه بالقى تسال عنها. عندنا الجولف نادي منيح كله الحمد لله، كل الانديه ممتازه، كل واحد عملنا كلاسيفيكيشن نحن للانديه. هلا ما بقى مثل القديمه، صار في كلاس اي كلاس بي كلاس سي، كل دوره كل نادي بيتصنف فيه صار برايز ماني مجبورين فيها. الكلاس اي بيدفع 5500 برايز ماني تنشجع العالم تلعب وتربح هيدا، كلاس بي اللي له 4000 دولار، كلاس سي 2500 which is good. تقدر هيدا تساعد شوي يعني خبريه حلوه. إن شاء الله. يعني التكلفه عم بتكون اكبر من هيك، بس هيدا حافز للاعيبه تيلعبوا. لا هيدا البرايز ماني مش لنا، هي البرايز ماني اللي بيربح. لا اكيد عم بقول لك حافز للاعيبه تيربحوا بشكل افضل. نينو اليوم انت صار لك فتره طويله بعالم تزلج والسكينوتيك وهيك، شو هو طموحك المستقبلي؟ كمان تعملوا اكاديميات؟ لانه ما عندنا هالاكاديميه الجيده 100% للسكي بلبنان. يعني ما عندنا، لانه رح تتشارك انت وناتاشا فيها؟
يعني بفكر فيها بس معنا لو معنا تلج 12 شهر بس اكيد هو الفتنس صار كثير مهم هلا بقى اكثر شيء فينا نركز على الفتنس قبل السيزون وهيك فينا نتحسن يعني السنه الموسم جيد بعقد صار لنا شهر شوي وبعتقد ماشي يعني بلشنا بكير وماشي منيح ماشي منيح طب اليوم بالصغار لمين هيك بتوجه تحيه للمدربين لاي انديه لاي ريزورس اليوم عندك اليوم الزعرور للمزار للقلوق للارز وان شاء الله نشوف كمان عندك بالضنيه مناطق جيده وايضا ب منطقه تشوف كمان عنا يا ريت بيصير في كمان هيك اكثر من مكان يعني نحن اكثر شيء مزاغ اكيد بوجه تحيه للكوتش تبعنا غوما غسان اللي عم بيعمل شغل بعقد كل يوم بيمرننا حتى اذا في واحد بس عم يتمرن هو هونيك على الستة يعني ابو كرم حاضر واكيد مزار سكي ريزورت يعني اللي عم بيعملوا شغل منيح على البيستات حتى هلا عملوا لنا بيس جديده اللي هي النبيل قبل ما كنا نتمرن عليها وصعب كثير وعم تكون قاسيه ومجلده وهذا تمرين اقوى بكثير لنا يعني فينا نتحسن اكثر بكثير من قبل. كلمه اخيره بريزيدون شو بنوعد محبي التنس بهالسنه؟ بنوعدهم ان شاء الله سيزن حلو كثير السنه في تحضيرات كثير منيحه لكل البطولات بلبنان ومشاركات خارجيه ان شاء الله كمان ورح نعمل ان شاء الله ايه هودي التيمز كلها تشكلت والحمد لله كله ماشي اون تراك ان شاء الله. في شيء دعم من وزاره الشباب والرياضه ولا والله هيدا بنتمنى والسبور بدون دعم ما في شيء عم نتساعد قد ما فينا وهوب ان شاء الله. كلمه اخيره فاذا ايضا ناتاشا لمين بتوجه تحيه بالختام للصغار يلي عم بيعملوا سكي بهالايام بتنصحين يضلوا يعملوا سكي أكيد. او لا؟ اكيد رغم كل الصعوبات يلي واجهتوها؟ اكيد وايضا كلمه اخيره انا بدي اشكر البارتنرز مصرف لبنان ماتكو وماني وكانون لانه لولاهم ما كنا عم نقدر نعملهم كلهم بلس رح نقعد البنوك بشيء على صعيد الدول العربيه اكثر مره. شكرا لك وشكرا بريزيدان نتمنى هيك تتوفقوا بتعرف نحن ما قدرنا نكون الى جانبكم خلال العمليه الانتخابيه والقبل بس نحن بنوعدك انه من اليوم وطالع نكون الى جانبكم بعالم التنس خاصه انه التنس بنحبه نحن بالانتخابيه نحن اول مين نقل دورات التنس بالفتره الماضيه على سيره التنس اليوم باستراليا عندنا سقوط لعدد كبير من اللاعبين امبارح كنا شفنا انجليكي كيربر نادال من شوي قليل ربح مباراته الموعد بيتجدد اذا الله راد الاسبوع المقبل بحلقه جديده من سكور. Thank you.